الوطن والانترنت. اتونسيون اتونسيون الطيبين ممثلا للمغرب في اسطول الحريه الثالث الذي لم يكتب له الوصول الى شاطئ غزه، ولكن كتب له ان يحرك القضيه من جديد، ان يحرك سواكنها الراكده، ان يذكر الصهاينه ان اخواننا في غزه ليسوا وحدهم، ان العالم الاسلامي معهم، ان شرفاء العالم معهم من احرار اوروبا وامريكا، ان اسطول الحريه الثالث ستليه كما سبقته اساطيل، وان شاء الله يوما ما سوف تصل هذه الاساطيل ان تكسر هذا الحصار الظالم الجائر مع الفلسطينيين كل الشرفاء ومع الصهاينه كل الظلمه الاقوياء، لكن الله سبحانه وتعالى اقوى واعز. ورمضان مبارك سعيد، ونسأل الله عز وجل أن يكسب لنا فيه أجر هذا العمل ولكم جميعا، وأن تكونوا من بعدنا في قوافر أخرى إن شاء الله ممثلين لهذا الوطن العزيز. الله نفديك يا فلسطين بالدم، نفديك يا فلسطين بالدم.